يقول لك في خمس مراحل والكويتيين يحبون شوية الضحك في مرحلة سادسة. شنو هي كانت؟ الوحش، مرحلة الوحش. لا مو الوحش. مو أذبح الوحش المرحلة الأخيرة. بعد ثلاثة أسابيع مو نازل الميدان، اليوم مع عودة الحياة نزلت الميدان وراح نقابل الناس، أحرهم شوية ونسألهم عن المراحل الخمسة شلون راح نعديها بنجاح. تقييمكم حق أول يوم من بعد الحظر الشامل؟ بص، هو النهاردة ما تأسي لأن النهاردة الناس مخنوقة، فالناس دي أول الناس المسادات خرجت، بس الناس عندها وعي. النهاردة موقف يقول لك إيه، أنا أنام في بيتي أحسن أنام على السرير في المستشفى. بغت ندعم اليوم، كنا الوضع صاير عيد. أي والله، يعني حتى كل شيء متغير، نحس الجو غير عن قبل. تقييمكم حق المرحلة الأولى وخاصة أول يوم؟ لا نعدي إن شاء الله، نعدي نعدي ها؟ نعدي. يعني راح قاعدة أول بيت البيت وتو رايح؟ من أشغال بس كاي خلص. يا حي الله. سلام. عليكم السلام. نجحنا بأول يوم ولا لا؟ أوه نجحنا نجحنا. تعال تعال تعال، حياك حياك. ما شاء الله طالعين كلكم، تباعد اجتماعي، يعطيكم العافية. قاعد نصور ترى، احنا عندنا خمس مراحل عشان نعدي الأزمة، واليوم أول اختبار. اتهق بنظرتك، نجحنا بأول اختبار؟ ان شاء الله ان شاء الله نكون ناجحين. واهم شيء ان الناس تكون ملتزمه بالشروط وبالقوانين ولبس الكمامات. اخذت معاكم؟ لا ما اخذت. نصوت هناك، هروح نصوت وياهم كذي ويهدي ويمشي. حبط لوحه سيارته اصلا. لا لا وقف وقف، حشيت فيكم. قلت تهقون راح يمشي ويخليني. لا لا ما راح يمشي ويخليني. ترى حبطت لوحه السياره. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. كم مرحله عندنا؟ خمس. برافو. المرحلة الأخيرة لازم كل لعبة فيها الوحش. صح، راح نقضي على الوحش بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. والله إن شاء الله. حياة حياة، نسولف سوالف بنات. تعالي اليوم أنا صايرة شرطي مرور. كم مرحلة عشان نفوز؟ إن شاء الله أربع مراحل بحيل الله. شنو أربعة؟ خمسة. أوكي خمسة، بس إن شاء الله نبيها أربعة. مثل ما قاعد تشوفون الناس والهانة على الشارع والهانة على الكويت، في منهم يمكن طالع لأنه عنده حاجة، وفي منهم قاعد يتمشى بالسيارة لأنه والهان صج على الكويت. تقييمك حق المرحلة اليوم؟ احنا اليوم أول اختبار لنا، نجحنا فيه ها؟ لا خسرانين. لا والله خسرانين. ليش؟ شوف شعب زحمة، كل مكان زحمة والله. عيد ميلادي 31/5. لا لا لا، عيد ميلادي اليوم. قرب 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 قرب. كل عام أنت بخير. وأنت بخير. عيد ميلادك خير يا بعد. مع عودة الحياة. شوف أنا أقول لك شغلة، حتى حق المشاهدين، بشهر ثلاثة نزلت الميدان وما كان في حظر شامل ولا حظر جزئي، والحياة كانت طبيعية، والكويتيين ملتزمين. بس ليش قاعد يصير هذا الوضع؟ لأنه خنقناه. أنا اللي أتوقع من الوافدين. أنا أتوقع من الوافدين. وإحنا ما نقول كل الوافدين، إحنا يمكن مو كلهم بعض، ويمكن العزاب اللي يعني وضعهم سمح لهم إنه يكونون كذي، يمكن ما يكون بيدهم لأنه يقعدون 15 واحد بغرفة واحدة، فهذا مو بيد. صح اي نعم صح كلامك. احنا لازم نحط ايدنا بيد بعض ان شاء الله. ان شاء الله نوقف مع بعض وان شاء الله أزمة وتعدي. شلون شايف الوضع اليوم؟ راح ننجح ولا ما راح ننجح؟ والله احس ايه، يعني الناس اللي قاعد تطلع قاعد يتمشون بالسيارات كذي، فما حد ماكو يمعات ماكو، يعني اللي قاعد مو قاعد يلتزم بس انه بالسيارة. حتى الجمعيات يعني ليحي مواعيد، ماكو زحمة ولا شيء. يعني راح ننجح بالاختبار؟ ان شاء الله، ما نبي نرد مرحله لورا، بس بنكمل لقدام ان شاء الله يا رب. امين. انا وايد سعيده، تدرون ليش؟ انا بركب سيارتي لفه عوده بس عشان ناخذ معاها لقاء. يعني انا وايد سعيده. حتى انا. باي باي. خلصنا اليوم الاول، وان شاء الله يا رب نكون احنا قد التحدي وقد الاختبار، وراح نكون قدها ونعدي المراحل الخمس على خير ان شاء الله. ها الجرحي خلصنا؟ خلصنا؟ خلصنا. أعلى.